هدير طبول الحرب لا يزال يسمع في الكيان الإسرائيلي رغم ما يشاع عن تردد غربي. فبعد نشر جيش الاحتلال منظومات باتريوت وحيتس وتامير والقبة الحديدية بهدف تشكيل مظلة دفاع جوي ضد الطائرات والصواريخ، ها هو يضيف بطارية أخرى قرب ما يسميها تل أبيب الكبرى. وفيما تتضارب التصريحات الإعلامية الرسمية وربما تتعارض إزاء توجيه ضربة ضد سوريا، يتقحم الكيان ضبابية المعطيات ويبدو الحاضر الوحيد الجاهز فعليا لأي عمل عسكري رغم مطالبته من قبل الغرب بأن يكون الغائب الأبرز عنها بسبب حساسية الوضع وإرباكه. المستوطنون الذين تفاعلوا مع مخاوف حكومتهم فهرعوا إلى اقتناء أقنعة الغاز والتدرب على النزول إلى الملاجئ، طالب 77% منهم بحسب صحيفة معاريف بعدم التورط في أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد سوريا إذا ما قررت الولايات المتحدة التراجع عن قرارها. وبينما ينضب معين الهجرة إلى فلسطين المحتلة وتجأر الوكالة اليهودية بطلب العون والترويج لبرامج استجلاب المستوطنين، تفاجأ حكومة الاحتلال بارتفاع نسبة الهجرة العكسية من فلسطين إلى الخارج، إذ أظهر استطلاع نشرته صحيفة هارتس مطلع الشهر الجاري أن 37% من المستوطنين يفكرون بالهجرة إلى دول أخرى، وأن غالبية هؤلاء يدرسون الانتقال للعيش في دولة أخرى مستقبلا إن لم تتيسر لهم ظروف الهجرة. هناك معدل هجرة معاكسة في إسرائيل تقلق مراكز الدراسات والمتابعين للشأن الديموغرافي في إسرائيل. الانتخابات الأخيرة سجل 10% من الناخبين في إسرائيل كانوا في الخارج، يسجل بمعدل 11,000 كل عام مهاجرين للخارج، بينما الهجرة في العقد الأخير بلغت بمعدل 16,000 إلى إسرائيل. مشاعر المستوطنين الصادمة لحكومتهم ورغبتهم المتزايدة في الهجرة من فلسطين المحتلة لا تعكس إحباطهم من تبدد الوعود برغد العيش ورفاهيته بقدر ما تعبر عن هواجسهم الأمنية المتعاظمة. ولئن أرعدت الآلة العسكرية الإسرائيلية وأزبدت فحذرت من أي استهداف محتمل، فإن التطمينات وحدها ما عادت تثلج قلوب المستوطنين أو تهدئ من روعهم.